اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الاجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء. احدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. نتمنى بان نشاهد مباراة في المستوى مثيرة بين الفريقين. كلنا في انتظار بداية الاثارة، بداية المتعة مع صافرة ركلة البداية. كل شيء رائع الحقيقة، نتمنى لكم تجربة ممتعة مع هذه المباراة والاستمتاع بكل دقيقة فيها. ليفربول عرف قمة المجد زمان في السبعينات وفي الثمانينات مع المدربين التاريخيين للنادي، تتكلم عن بوب بيزلي، تتكلم عن بيل شانكلي اللي عرف معهم الفريق والنادي بطولات عديدة جدا. تشكيلة الفريق اللي راح يفوز في هذه المباراة. فريق يلعب تشكيلة 4-3-3 التقليدية واللي تعتمد على الأجنحة. ونبع التشكيلة الرسمية لفريق ليفربول في مباراة اليوم. واحد من أفضل الفرق اللي تطبق الضغط على الخصم، ما تترك أي فرصة ولا وقت للتمرير، الضغط الدائم على حامل الكرة في كل مكان في الملعب دائما يعطيهم أفضلية في استعادة الكرة بشكل سريع في حالة فقدانها. تبدأ في هذه اللحظات 90 دقيقة منتظرة مرتقبة بين الفريقين. حكيم الزياش، طرف الملعب متاح للتقدم. سفيان مرابط، زياش، ممتاز التدخل، شوف كيف قراها. تياغو الكانتارا، بتروح عند تياغو. فابينيو، والتدخل ممتاز، ضربة ركنية إذن في هذه اللحظات. تنفذ الضربة الركنية باتجاه منطقة الجزاء. انظر إلى الضغط المميز، كرة قد تشكل خطورة. فيرمينو، الحارس يتألق في إيقاف هذه الكرة. الكرة قبل أن تشكل خطورة. روبرتو فيرمينو، يوسف النصيري، الكرة بتروح بعد تمريرة سلبية هنا. يأتي التدخل المثالي هنا لإنهاء الخطورة. حكيم الزياش، تمريرات في منتهى الروعة. أوه، يسدد الآن. كان واضح بأن الكرة لن تدخل، لذلك لم نشاهد أي محاولة للتصدي. كرة مرت في النهاية بجوار المرمى. فابينيو، بتروح إلى داروين. روبرتسون لديه الكرة. وصلت إلى فيرمينو. تصويبة كانت سهلة، حارس المرمى يتصدى. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. زياش، انطلاقة قوية هنا مش
مشاهدينا إلى الأمام. اعتراض ناجح للكرة. الخطر موجود. الآن ضربة حرة لمصلحة فريق الليفر. التمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. سفيان بوفال. والآن مع حكيمي. حكيمي زياش يفكر في الخيارات اللي أمامه. الكرة في المرمى. مستحيل البداية، مستحيلة. شوف الهدف من جديد، لاحظوا كيف كانت القوة، مجهود كبير في هذه التسديدة، هدف جميل، لا يمكن أن تلوم حارس المرمى. يعود اللعب من جديد، هل نشاهد الآن عودة سريعة من ليفربول في النتيجة؟ يتوغل إلى الداخل. ضغط عالي يمارس السلام بقوة على المدافعين. الكرة بتعدي، يواجه فيها المرمى. حكيم زياش. كانت فرصة في هذه اللحظات لكن ضيع الكرة. محمد صلاح. هجوم من الليفر. روبرتو فيرمينو. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. فرصة أمام ليفربول للتعادل من خلال الضربة الركنية. ضغط عالي ناجح، هل يسفر عن شيء؟ كرة مع ألكسندر أرنولد. العودة لمحمد صلاح. وينتهي التهديد الآن بعد تدخل ممتاز. يوسف النصيري. خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. روبرتسون. هدوء وبناء غير متسرع للكرات بالرغم من التأخر في النتيجة. يصوب على المرمى. حارس المرمى موجود يبعد الكرة. تخرج إلى ركلة ركنية. ضربة ركنية تلعب بشكل قصير في اللقطة الماضية. روبرتو فيرمينو. وتدخل حاسم هنا يمنع الخطورة. تحت الضغط الآن. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. داروين نونيز. الآن الكرة مع زياش. تنطلق الآن الصافرة معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. بداية الشوط الثاني من المباراة، ليفربول يتأخر في النتيجة ويحتاج إلى العودة في النتيجة، فهل يستطيع؟ سفيان مرابط. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. أليسون يتصدى للكرة بسهولة. تدخل بكل قوة. كرة لوب لكن في منتهى الجمال. تياغو الكانتارا. ما زالت خطيرة بعد فشل في الإبعاد. روبرتسون لديه الكرة.
ليفربول يفقد الكرة الآن، موقف صعب مع هذه الضغوطات. روبرتو فيرمينو، عادت الكرة إلى فيرمينو، ممكن تعديل النتيجة الآن. أوهو، كرة في المرمى، تعادل الآن من نصيب الريدز ليفربول. رح نشوف الهدف مرة أخرى بداية من هذه التمريرة البينية، كان على مسافة قريبة جدا من المرمى، حط الكرة بسهولة. هدف تعديل الكفة، تعادل إيجابي 1-1. ألكسندر أرنولد، كرة تصل لصلاح، روبرتو فيرمينو، كرة عند تياغو ألكانتارا، الحارس ينتقل الكرة بسهولة. سفيان مرابط، تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. إيلوت، ليفربول يهاجم، وكرة يوقفها حارس المرمى بكل سهولة. أمام مساحة في هذه اللحظات، يا رب هدف ثاني يسجل اليوم ويثبت قدراته الكبيرة وخطورته أمام المرمى. تقدم لمصلحة ليفربول، تدخل والكرة بتروح. داروين نونيز يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى، لم ينجح التصدي في انهاء الخطوره. تياغو الكانتارا، تصدي رائع من حارس المرمى، يبقي الامال، يبقي فرصه خطيره لصلاح، والخطا موجود، تحتسب الان من مكان خطير، سيهدد المرمى. تمر من الحائط البشري، ركنية تنفذ بشكل قصير. يا رب على التصدي، سرعة ردة فعل غير عادية لكرة قريبة جدا، لكنه نجح في الدفاع، كان في اللقطة الماضية بمثابة خط دفاع بأكمله. غياب التركيز في التمرير ويفقد الكرة. ملعوبة إلى أبو صلاح، فرصة خطيرة لصلاح، مستحيل اللقطة، لا أصدق كيف ضاعت. هناك أكثر من سيناريو للتسجيل، لكن التنفيذ أتى بأسوأ سيناريو. الكرة تنقل بسهولة، السيطرة يفقدونها هنا. محمد صلاح، محمد صلاح، كانت خطيرة جدا لكن تدخل بشكل رائع. يخترق ولديه المساحة، تدخل يدرس في استعادة الكرة، فرصة تعديل النتيجة. حكيم زياش، مستحيلة هذه، أليسون بيكر بالسرعة بردة فعل خيالية ينجح في التصدي. أي إبداع يا أليسون، الله على البرازيلي. الآن ضربة حرة لمصلحة فريق الليفر، تدخل جيد وكرة تخرج إلى ركنية، تلعب في عمق ال 18، انظر إلى الاعتراض الناجح. تصويبة لم تشكل أي خطورة، تسع دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. تصل إلى محمد صلاح،
التصدي يحافظ على الأمان ويجعل الإثارة مستمرة. محاولة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن، تصدي جيد للكرة. والتغيير هنا في صفوف ليفربول. تابع كرة الهدف مرة أخرى، ركنية لعبت بشكل سليم، كان على مسافة قريبة جدا من المرمى، حط الكرة بسهولة. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. هجمة منظمة من ليفربول الدقائق الأخيرة من أجل هدف الفوز. الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية. ركنية تنفذ داخل ال 18. تصدي كبير لحارس كبير يحافظ على النتيجة وينقذ فريقه من هدف كان يعني نهاية المباراة. صلاح يفقد الاستحواذ. الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة، رؤية في منتهى الروعة. انصيري، الله على التدخل، توقيت مثالي لإيقاف الخطورة. بعد مرور 90 دقيقة الفريقان يفشلان في فك الارتباط. والآن تبدأ الدراما مع أول ركلة ترجيح. ركلة تغالط الحارس، دقة كبيرة في التنفيذ. الله يا هدوءك يا برودك، شوف كيف حطها، شوف كيف وضعها على طريقة مارينكا. هذه وين؟ الكرة بعيدة كل البعد عن المرمى. يا رباه، الحارس في قمة الحسرة، ارتمى، اختار الزاوية لكنه فشل في إبعادها. أوهو، على التصدي من الله، تنفيذ ممتاز من اللاعب، ركلة تنفذ بنجاح. ركلة ترجيح حساسة للغاية، لو ضاعت لن تكون هناك فرصة أخرى. حولها إلى الشباك. وصلنا إلى ركلة الحسم، إن سجلت انتهت المباراة، إن سجلها حسم هذا اللقاء. وركلة الترجيح في المرمى، الفوز يتحقق هنا، انتهت المباراة رسميا بهذه الركلة.